كم بلوك اليوم؟ نار حلا نار نار خذيته نار. هذا تقريبا الفيديو اللي انتشر عن طريق الانستغرام وصفحات التواصل الاجتماعي. طبعا في وايد شخصيات تشوا علي على الانستغرام او تويتر وطلبوا مني اني اتكلم عن الفيديو هذا. اول شيء خلينا نبتدي خطوه خطوه. الفيديو هذا انا واثقه انه هو مفبرك، يعني في اتفاق سابق بين رهام دشتي وبين حليمه ان يصورون الفيديو هذا. اول شيء خلينا نبتدي من قبل اول خطوه. اول خطوه انا ما اقبل الطعن في اعراض الناس، هذا اللي صار فيه على تويتر وانستغرام. كلام وايد، كلام كان كلام فاضي، يعني ياما شفنا بنات يرقصون في عروس واماكن يعني عامه وفي اشياء ما يعني ما طقيناهم بعرضهم وبشرفهم وبسمعتهم بهالطريقه. عادي بنيه ويا بنيه، اذا ما شفنا شيء مو طبيعي يعني في السالفه. بالعكس بنت يعني هي مبينه ان صديقتها، صديقه حليمه ريهام دشتي. انا صراحه اول مره اعرفها من خلال برنامج ديو حليمه. يعني ما اقدر اتكلم في البنيه وانا ما اعرفها. اوكي انا شفتها وعرفتها من هذا البرنامج، يمكن راح تحكي عنه بفترات سابقه او قادمه يعني في بالنسبه لبرنامج ديو حليمه بشكل موسع اكثر. لكن انا اتحكي عن الرشق اللي صار وكلام عيب كان في صفحات التواصل الاجتماعي. بس هو خلينا نكون احنا شخصيات واضحه اكثر، ان الفيديو مبين ان متفق عليه من قبل ريهام دشتي ومن حليمه، ان مبين الطريقه هي مصورته وقاعد تقول ايش رايكم بلوكي، وياي حاضنتها ريهام من ورا وتقول نار نار، وبعدين هذيك سوت نفسها انها قاعد تضحك ومن الضحك طاحت من طولها. لو حليمه ما تبي هالفيديو كانت ما نزلته من الاساس من خلال سنابها او من غير سنابها، لكن هو مبين فبركه. وحليمه مذيعه شو، خلينا نتحكي، حليمه لا تقدم لا ثقافه ولا تقدم شيء زايد، فهي مذيعه برامج ترفيه للتسلية، يعني برنامج وايد تسوي لجة والناس تحكي عنه لفترة محددة، بعدين بس تختفي حليمة خلاص، تختفي بكل ما تحمله في هذا البرنامج. ما حد يتذكر، من يتذكر يوم برنامج حليمة اللي طلعت فيه برمضان ومسويت لنا يا ساحرة وقاعدة ماش تسوي وجايبة شخصيات؟ هي تبي تروج حق نفسها إعلامية. وأحب أوضح شغلة، ترى حليمة اليوم هي ما في يعني تقريبا مو هي المنتجة مال هذا البرنامج، أوكي؟ سواء كان ينزل الراي أو روتانا، فهي اللي قاعدة تدفع سعر الحلقات، وهي يعني مقابل الهواء، وهي إنتاجها مو إنتاج أي حتى، فبالتالي هي تسوي اللي هي تبي. وثاني شيء هم ما خرجوا عن النطاق العام، يعني ما طلعوا بشكل يعني قلتهم إباحي، ما في شيء إباحي، بس على المصطلح الصراحة مع احترامي حق ريهام دشتي، ما في بنية تقول حق بنية نار نار، يعني أنا ما أول مرة أسمعها بنية تقول حق بنية نار يعني صراحة. يعني هذه كلمة يعني ممكن تقولها ابنية على فنوف على شيء، بس ما تقولها ابنية ابنية، يعني بالنسبة لي مصطلح جديد أسمع أن أنا ابنية تقول حق ابنية نعم. أوكي يعني ما أدري، يمكن أنا متأخرة وهذول متقدمين، قد يجوز ما حد يعرف، بس أنا أتحكى أنه ما له داعي للرشق والسب والقذف المحصنات، مو عشان شيء، ترى أنتوا قاعد تأخذون ترى سيئات كبيرة يعني أي حد، وخل يحط نفسه أي شخص مقابل، يعني ما في بنات يرقصون مع بنات في العروس وبالحفلات الاجتماعية المغلقة، في كثير ويا ما شفنا، وفي فيديوهات تطلع ما حد رشق حد بعرضه، وحرام يعني إن كانت حليمة أو البنية يعني ريهام دشتي، يعني هم عندهم عائلات عندهم دنيا. أوكي هو الفيديو مفبرك مفبرك وتم الاتفاق عليه أكيد وتصويره، وإلا ما كان نزل، ما حد باق يعتقد تليفون حليمة ونزل الفيديو، فهذه اتفاقات. وبالنسبة لي أنا برنامج ديو حليمة راح أتكلم عنه تالي، بس مو الحالي. كم بلوك اليوم؟ نار حلا نار نار خذيته نار.